والآن هذا البرنامج تقدمه لكم ماما. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. استمتعوا بهذا البرنامج مع منتجات جاريدو. جاريدو تكون زينو. جون رسائل كثيرة تاع ناس تسائل يقول لك باللي في رمضان خايفين من نقص المناعة. يقول لك مع هذا المرض كيفاش راح نديروا الصيام في رمضان؟ المناعة راح تنقص منا، كيفاش راح نواجهوا هذا المرض وكان نحكموه؟ دراسات عديدة تتأكد أنه الصيام عنده فوائد صحية كثيرة وما عنده حتى تأثير سلبي على المناعة، يعني ما ينقش منها، بالعكس الصيام يخلي عنده تأثير إيجابي على الروح، على الجسم، على نفسية الإنسان مجالات عديدة. حتى ولينا نسمعوا دروك مام يعني أجانب دي زيترونجي دي جون دو ديفيرونت ريليجيون، حتى لو كانش الصيام عندهم في الدين تاعهم ولا في المعتقدات نتاعهم، ولاو يعتمدوا الصيام يعني يخلصوا عليه ويروحوا في اماكن يعزوا روحهم فيه باش يصوموا، لانهم اكتشفوا انه الصيام عنده فوائد جله وكبيره وكبيره كثير كثير على الجسم. راح ينقص الكوليسترول، ينقص الدهون، راح يعدل في اشياء كثيره في الجسم نتاعنا. يعني حبيت نطمنكم انه ما فيش ولا مشكل ان نصوم، انه بعيد الشر اللي كتبنا الله ومرضنا بطريقه او باخرى في هذا شهر رمضان. راح نفوتوا الكوزينه ونشوف وصفاتنا، راح يكون عندنا وصفه طبق جميله جدا وسهله وبنينه، ووصفه تحليه ايضا. اي فتوى ما بالنسبه للطبق نتاعنا واش عندنا؟ عندنا وصفه رولي بطاطا بالسلق وباللحم المفروم. هنا عندنا بطاطا اللي مقطعتها شرائح رقيقه، وراح تشوف واش راح نديروا بها. هنا عندي ان بلا اللي يروح في الفور، راح ندير له ان بابي كويسون، ورق الطهي، اوب باش يساعدني اني لفها بسهولة. دوك هنا واش راح ندير؟ راح ناخذ نقطر لي بوم دو تيغ تاعي، راح نلحهم، وراح نحط الجبن على البلا اللي يروح للفور. نحط لا بوم دو تيغ نفرشها مرصه وحده قدام الخضره، ونزيد فوقها الجبن ونحطها في الفور طيب لمده 30 دقيقه على 180 درجه. هنا راح ناخذ لا بوم دو تيغ تاعنا ونقطروها من الماء. فوالا قطرها من الماء، وحتى نشفها نجيب نشف بابي بيسون بابي ابسوربون، ونقلع الاكسيدون نتاع الماء اللي في البطاطا. هذا راني قلعت لها الماء زيادة نتاعها، نشف ثاني، نشفتها ونزيد نشف. قلت لكم راح ندير لها ملح، وراح نرصها هنا نستفها فوق الطبق اللي يروح لي للفرن. ملح، فلفل أسود، ونحرك الملح. وهنا واش ندير؟ ناخذ الطبق نتاعي، راح ناخذ كمية من الجبن، راح نفرشها على الطبق، نفرش نصف الكمية. قلت لكم ندير بابي كويسون باش يساعدني اني بعد نلفها بسهوله وثاني باش ما تلصقش. هلا دي سيت فاسون، وناخذ البطاطا نستفها
واحدة قدام واحدة بهذا الشكل. لها البطاطا لازم تكون رقيقة. وهنا دسات فاس وأنا ماشي نستف حتى نرصها مليح مليح. هنا بهذه الطريقة بهذا الشكل ونروح une ligne après l'autre en cette forme. هادي ضروري راح تعجب ولادكم. الداخل باش راح نحشيها راح ندير لها لي زبينار السبانخ اللي راح يكونوا بشويه جبن واللحم مفروم اللي راح نطيبه. لحم مفروم بالبصل بالطماطم بالطماطم المصبره ايضا. تجي وجبه كامله وحدها كامله متكامله. نرص مليح باش كي نلفها شكلها يجي جميل. نكمل وتاني طيبيها من هاك باش تقدي تلفيها بسهولة فتقطعيها رقيق باش تقدي تلفيها بسهولة باش يطيب لك بسرعة بهذا الشكل. الفرن مسخن عندي 180 درجة مئوية راح تروح ليه لمدة 30 دقيقة تقريبا. هذا الشكل أوب. دوسات فاس حاول تكون فريمون مرصة مليح هكا. والجبن اللي باقي راح نحطو من الفوق ندردرو ثاني عليها كيما قلت لكم. نحطها في الفرن لمدة نصف ساعة. نحطها في الفرن. هنا البلطه تاعي راح تطيب. راح نديروا الحشو نتاعها اللي راح يكون على مرحلتين. راح يكون لا بارتي تاع لي زيبينار تاع السبانخ و تاع اللحم المفروم. اوب هنا راح ندير الزيتون وهنا تاني راح نقسم البصل على قسمين. قسم راح يطيب لي مع اللحم المفروم وقسم مع السبانخ. ونقلي البصل. كي البصل يتقزله راح لا بارتي بروميير بارتي هنا السبانخ غسلناهم قطعناهم شرائح شرائح بهذا الشكل. راح اون جوست لي فير طومبي ان بو وراح نخلطوهم مع الجبن. هنا خديت جبن طري بارفيمي على سيبولات. نتوما خذوا اي جبن طري يكون عندكم. هذه المرحله الاولى والحشو الاول اللي راح يجي فوق هذيك البطاطا. الثاني راح يكون باللحم المفروم. راح يكون بصل نخلطوا له لحم مفروم نحطوا له شويه طماطم سكرجة. هنا عندي حبتين حتى ثلاثه على حسب الحجم نتاعهم. وهنا عندي طماطم مصبره وراح نديرهم بيغسيل. التتبيله راح تكون ملح فلفل اسود وبابريكا. حبيت نعرف ثاني وش هي عاداتكم في رمضان. يعني كيفاش كاين اللي عندهم عادات مثلا يقسموا لو غوبا نتاعهم على شحال من بليزيور بارتي شحال من جزء. يعني كي يجي الفطور يحطوا الحريره يحطوا معها اون بيتي اونتري مقبله صغيره ويحطوا معها هذيك التحليه الصغيره وكفى. يعني ما ياخذوش حاجه اخرى والمشروبات وما ياكلوش ذاك الوقت. ومن بعد التراويح يعني يصلوا ومن بعد عاد يحطوا العشاء فطوموندي ومطيبين الطبق وغيره. كاين اللي يحطوا كل شيء على ضربه. نتوما كاليكول اش كي تحطوا كل شيء على ضربه اش كي تحطوا تقسموه. انا نفضل تنقسم يعني في الاول ما تخلعيش الصومه نتاعك ما تاكليش بزاف. كل ديك لا سوب الحساء ضروري جدا لانه دي فاسون دي نوت بطريقه او باخرى يبا ايدغاتي لو كور نتاعك. دونك كلي دابا حساء مع حاجه حلوه بصح خفيفه ما تكثروش حلاوه بزاف.
دونك هنا قليتهم. واش راح ندير؟ جوج راح نحط السبانخ ولي فيغ طومبي، فوالا. وهنا راح نحط اللحم المفروم، انا راح نتبل عليهم. عندي ملح بالكحل، ملح، الفول اسود، بابريكا. هنا راح نحط طماطم، نضيف لها طماطم مصبرة، اي لو بيرسيل المعدنوس. خليها تجمر شوي. وهنا صحيح قلنا الزيت اللي ناغي يطيحوا غير شوي. اي سي بري، راح ندير لهم نضيف لهم الجو. هنا راح نضيف لهم الجو. الملح ما تملحوهوش بزاف باسكو اون راجوتي جوستومون دو فروماج. وهنا نحط الجبن الطري. واللحم المفروم تاعي اللي راح يطيب. دونك قلنا ثلاث خطوات. الخطوه الاولى البطاطا اللي كانت découpée en lamelle très fine. On a درناها حطيناها ملحناها فلفل اسود، فرشناها الفرماج في هذاك الطبق، ودرنا لها كذلك عاود فرشناها هي مرصه وحده قدام اختها، وحطينا لها الفرماج في الفوق ونحطوها في الثلاجه لمده 30 دقيقه. الزوجه عندنا هنا بصل نقلوه مع قلوه مع زيت الزيتون، ومن بعد نضيفوا له السبانخ. السبانخ تكون مغسوله نشفه ومقطعه شرائح بهذا الشكل. من بعد اون فوا طيب ملح فلفل اسود اكيد، ونحطوا لها ما تكثروش الملح، نحطوا لها الجبن. انا خليت هنا فروماج وزيرب، ممكن تحطي لها اي جبن طري يكون عندك. الخطوه الثالثه، هنا عندي لحم مفروم، درت بصل كذلك قليته، حطيت له لحم مفروم، حطيت طماطم سكرجه، حطيت له كونسونتري طوماط، بيرسيل، المعدنوس، ملح فلفل اسود وعكري، وراني خلطتهم. خليه يتشرب الماء تاعو. ثلث خطوات راها واجده. راني نستنى في البطاطا تاعي طيب، نضرو فاصل صغير نرجعو نديرو تحليه جميله. حد خلي مور فاصل تشوفوها، ونكملوا لا بريباراسيون تاع البلان تاعنا تاع اليوم هاد لو غولي، باسكو من بعد جوست اون كيسيون مونتاج راح نمونطي وراح نوريو بعد الفاصل. تحليتنا راح تكون تحليه كريمه بالبرتقال بالكرامبل تاع الشوكولا. وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه. هاد الوصفه واش فيها؟ عندي وصفة الكرومبل أنا محضراتها لكن راح نقول لكم عليه. وصفة الكرومبل فيها 130 غرام فرينة، عندي 130 غرام فرينة، فيها 70 غرام سكر، فيها 80 غرام زبدة، فيها شوية كاكاو وشوية نوازيت. ترى يجي بلوس تخوزل كرومبل. هنا قلنا عندي 130 غرام فرينة،
الماء. فين راح نضيف لها كما قلت لكم الزبده، السكر، السكر البني، عندي هنا كاكاو، وعندي هنا بودغ دو نوازيت، عندي هنا البندق راه مطحون. اوكي، قبل ما نكمل هنا عندي كذلك الكريمه. الكريمه راح تطيبكم من كريم باتيسير، لكن هاد لا كريم باتيسير فعوض ما نحطوا الحليب راح نحطوا عصير البرتقال. هنا عندي عصير برتقال، عندي سكر، عندي ملعقه 20 غرام تقريبا تاع نشا، وعندي اربع صفار بيض. راح تطيب كيما تطيب كريمه الحلواني. راح نجيب كاسرول، اوب، نسخن فيها عصير البرتقال، وراح نضرب صفار البيض مع السكر ومع النشا حتى يضربوا مليح، ومن بعد نضيف لهم الجو دورانج، ومن بعد نطيبهم كما نطيبوا عادي كريمة الحلوان. نعزل الصفار عن البياض. وصفة سهلة وبسيطة وبنينة. اثنين، ثلاثة، أربعة. وراح نحط الصفار مع السكر مع النشا ونضربهم، والنشا هنا. بالنسبة للستروزل تاعنا حط الفارينة، حط المواد الجافة، عندي الكاكاو، عندي السكر، عندي بودرة البندق ولا بودرة اللوز إذا حبيتي، ولا ممكن تستغني عليها. نخلطهم مليح افيك لي بوج دوا. راح نزيدو الزبدة، هذا الشكل، ونخلطوه. هذا الكرومبل تاعنا نورمالمون نخلطو، ندخلو كامل الزبده فيه، نخلو دي باكي ما غاديش تجينا عجينه، نخلو دي باكي نحطوه في الثلاجه لمده نص ساعه، ومن بعد نطيبوه على 170-180 درجه لمده 20 دقيقه. سا با بورتي دو كروكون. كل ما خلط، كل ما فركتو، كل ما تحصلت على دي باكي. ضروري تفركي مليح باش كامل هذيك الزبده تدخل كل لي زانغريديون تاعك. ومن بعد طمي كي من هاك نسوغ دو بتي باكي صبعك هاك دو سيت فاصون باش يتلمو. فوالا، هذا راح نحطه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ومن بعد راح نطيبه. باش نتحصلوا على هاد الكرم. هنا راح نتحصلوا على هاد الكرم. واش راح نديرو؟ تخلطت لي المقادير تاعي، اوف، نهود شوية لي بوغ، لا مايزينا، وراح نضيف لها عصير البرتقال اللي سخن.
بون، وهنا نرجعها لكاسخول باش نطيبها. كيما نطيبو كريمة الحلواني راح نضيف لها زاز دورانج باش النكهة تاع البرتقال تكون فيها أكثر. زاز دورانج هلا، وراح نطيبها. وصفة بسيطة يعني، صاير انا قريب نكملوها، ما تاخذلكش حتى وقت كتير يعني. حتى لو بحرت لك في آخر لحظة ديري ديسير شباب، شوفوا كي يكون وقت تشينا ما شاء الله عليها. اوني توجور على ريشيرش دو ريسيت ا باز دورانج، دونك هنا نحرك فيها حتى تتقال تماما. شوفوا لا تيكسيون تاعها. الكريمه تاعي راح ناخذ افوي، ضروري انها تكون على نار مهيله. فوالا تمام. نحطها على جهه. هنا je vais juste récupérer des suprêmes d'orange. نقطع، نجيب سكين آخر و je récupère les suprêmes. De cette façon، بهذه الطريقة. Voilà، je récupère les suprêmes. هنا واش ندير؟ صحيح نبقى والو، تري تري فاسيل فريمون. ناخدو هنا جونلي باسكو من بعد هذا سنة طيبت، انا بعد نطيبو لازم نحطو في التلاجة باش نخدم بيه. وهنا ناخد ليفيرين. انا نعمل سو جور دو كريم، ما نحبش ندير كميات كبيرة يعني، انو سو بليزيغ افيك، مي ما نقهموش بيهم. نعمر راني نعمر في لي بتيت فيغين. ديليسيو سيت كريم، فريمون ان ديليس. لي يحبو تشينا غادي تحبوها. فوالا زيت التالتة، هوب راح نحطو سوبخيم دورانج دي مورسو بهذا الشكل. علاش لازم ناخدو غير السوبخيم باش متكونش فيه القشرة؟ شكل ممكن تزيدي اكثر اذا حبيتي، ونحطو الكرومبل من الفوق نتاع الشوكولا. وبعد راح نضيف لهم لمسه الشوكولا البيضاء. Thank you.
حطنا نحط انوتر سوبريم من الفوق داكوغ. ناخد شوكولا ناخذ ليكونوم و جانليف دي كوبو دو شوكولا هذا الشكل. De cette façon. باش نحطوهم من الفوق. سهلة مهلة اقتصادية. التحلية تاعنا لازم تروح للثلاجة تشد روحها. شفتوا ما أحلى هذه الألوان ولا تكستور فريمون بنينة. حنا ما نسيتوش بلي مازال ما كملناش الرولي تاعنا. طاب لو رولي تاعنا كيسكو شفي هنا راح ناخد لي زيبينار ناخد السبانخ نحطهم فوقو نوزعهم على كل المساحة. هذا الشكل عجبتكم هاد الطبخة؟ هاد الوصفة تجي مغذية وجبة كاملة واقتصادية. ممكن تعوضي مثلا لحم مفروم بلحم الدجاج، لحم مفروم تاع الدجاج ممكن ما تديريش، خليها غير بطاطا وسلق. هنا ناخذ لحم مفروم نحطو تاني فوق نوش نديرو وغالو غولي. De cette façon. نجبدو لعندي ونزيد نزيدو فوالا بهذا الطريقة. نعاود نرده برك شوي في الفور يعاود يشد راسه ويكون وجد. وصفاتنا اليوم راهم واجدين، الطبق نتاعنا والتحلية شوفوهم على طبق التقديم. وصلنا باش نشوفوا أطباقنا محضرة واجدة على طاولة التقديم. واش درنا؟ درنا طبق كامل وسهل واقتصادي، درنا رولي، درنا ملفوف رقائق البطاطا بالسبانخ واللحم المفروم، يعني فيه فيكولون، فيه خضرة، فيه لحم. شفتوا شكله جميل وشفتوا حتى طريقة التحضير نتاعو، ما تاخذلكش وقت بزاف. جربيه وبعتيلي على مواقع التواصل الاجتماعي. التحلية تاعنا كذلك بسيطة، اليوم مشينا وصفات اكسبريس وسهلين وبنان. التحلية تاعنا هي كريمة البرتقال بالكرومبل، ودلنا فيها هذوك لي سوبريم، لي سوبريم دورانج. الكريمة تاعنا تحضرت كريمة الحلواني، حضرناها بعصير البرتقال في مكان الحليب ونكهناها بشر البرتقال. الكرومبل تاعنا درناه بالكاكاو بالشوكولا وحطينا فوقه شوكولا بيضاء من الفوق وشوية، يعني حطي ألوان حتى لو ما يكونش الطبق فيه هذاك اللون، حطي شوية نعناع، حطي شوية فراولة وتهني فيهم. كنا كان حديثنا اليوم عن المناعة والمناعة في شهر رمضان، قلنا أن الصيام بالعكس صحي كتير، يعني وما تخوفوش منه أنه راح تكون فيه نقص مناعة بالنسبة لكم. تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، إن شاء الله نتلقاكم في أحلى حال. تابعتم هذا البرنامج برعاية منتجات جاريدو. جاريدو ذا كلون زيدو.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماما. مكاين غير ماما اللي تعرف لها.